السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مريم عريبي في تسجيل جديد. اليوم معناها باش نحكي فيها على نواصل بالحديث على خطوات نحو حب الذات. اللي باش نحكي فيه هو انك من اهم الخطوات اللي يوصلوك الحب الذات متاعك انك تبدأي. هذا الموضوع كانوا للرجل والانثى، حب الذات يشتغلوا عليه الطرفين مع عادي معنا، اما اكثرية المهتمين به يعني الملاحظ انهم الاناث مهتمين برشا بحب الذات. فكما قلت هنا من اهم المواضيع اللي لازم تبدي في الاشتغال عليها باش توصلي لحب الذات، خاطر مش حاجه تتحط فيك، هي حاجه موجوده فيك من داخل في الفطره متاعك. انت جيت تنظفي الفطره، فكل الجمال اللي عطاه لك الله باش يبصغ باش يظهر، يعني يشع. اذا الخطوه هذه اللي لازمك تعمليها هو انك تبدي في التزكية. يعني نسميها التزكية خطر. ليش نحكي على التزكية؟ خطر التزكية هي الوعي، يعني الناس في الوعي، أهل الوعي يعني يحكوا ياسر على الوعي، لكن بالنسبة لي أنا يعني المحيط المولودة فيه ما نعرفش برشا يعني عندهم فكرة على الوعي، يعني ما عندهمش فكره، يعني دخلوا جدد معناه، دخلوا مؤخرا على باش يقروا في الموضوع هذايا، ففي المحيط متاعي ما يعرفوش معناها وعي. فاللي يعرفني كي يسمعني نحكي راهو الوعي، وانا شرحته في القناه، يعني راهو الوعي هو التزكيه، هو تزكيه النفس، يعني الخروج من البرمجه من اللاوعي الى الوعي. الوعي شنو هو؟ اني نكون واعي، نكون مدرك فاش نعمل، فاش نقول، مدرك الافعالي وتصرفاتي واقوالي، ونكون حاضر في افعالي، ونكون مراقب لله في افعالي. وهي رحله الوعي يسموها، هي رحله التزكيه، رحله العوده الى الفطره، رحلة العودة للحقيقة متاعك. خاطر احنا تولدنا تبنينا برمجة فكرية، خذينا افكار ضد الفطرة متاعنا. هذا يعمل لنا برشا مشاكل، يعني يعمل صعوبات على المستوى المالي، صعوبات على المستوى الزواج، فهم مشاكل في الزواج، يعني كان على جميع المجالات اللي تكون الواقع متاعنا فيها صعوبات وفيها معاناة. الواه لأننا خذينا برمجة. خذينا شو معنى برمجة؟ معناها خذينا أفكار، خذينا آراء، نصائح، نجم نبسط لك الماكس، معناها غير صحيحة على المال، على الزواج، على الأنثى، على الذكر، على كيف تعامل الأنثى الذكر، على كيف يعامل الذكر الأنثى. كلها هذه خذيناها بشكل خاطئ. الحاجة هذه تعمل معاناة للأنثى والذكر، وبالتالي كيعرسوا باش يعانوا في بعضهم، خاطر هما الزوز ممتلئين بالحاجات الغالطة، فيخرجوا الغلاط متاعهم في بعضهم، وانتم تعرفوا الباقي. هكا علاش معناها من الخطوات متاع حب الذات المهمة على الأخر، اللي بالحق هي أهم خطوة، يعني من أهم الخطاء اللي تنجمي تعملها. أنا عطيت برشا حاجات، من أهمهم هذه، إنك تبدي في التنظيف في الوعي، سموه تبدي في التحرر. شو معناها التحرر؟ مش التحرر يعني تحرير المشاعر السلبية، تحرير البرمجة السلبية. يعني انا عندي موضوع المال، تاخذي موضوع المال وتكتبي شنو هما الافكار السلبيه اللي عندك عليهم وتحرريها. كل جمله فيها طاقه، فيها انرجي، فيها مشاعر، انت لازمك تخرجي المشاعر من الجمله هذيك باش تخرج منك. مثلا انت عندك افكار خايبه على المال، راهو مش تكون عندك صعوبات ماليه. وقت اللي تكوني انت نظيفه على المال، ما عندك عليه حتى فكره خايبه، راك فعلا 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 باش تكوني مرتاحه ماديا. باش ما نحكيش انك تكوني غنية، خطر الله خلقنا على الغناء، راهو
يعني الكلام هذا كنت جينا واحدة من الناس كانت جيت نعرفه من قبل، راني رانا ما عينيناش. فالمعلومات هذه جديدة، يعني جديدة خطر، يعني رحلة الوعي، رحلة الوعي الإنساني في تطور. ففي المرحلة هذه من 2012 تحديدا انتشر الوعي بشكل هائل. شو معناها انتشر الوعي؟ الناس ولا تحب تفهم، الناس ولا تتسائل ليش نعاني وش بيني كان آني وليش آني. يعني فما برشا، راهي فما ناس عندها معاناة كبيرة على الاخر على الاخر، معناها فما ناس معاناتها لا يمكن وصفها، معناها فالعبادة ذي من حقها تتسائل ليش نعاني و و و و واكيد باش تجيها الإجابة في مراحل الوعي. سميتها مرحلة الأسئلة الوجودية، يعني تسأل على الوجود متاعك، يعني تسأل أسئلة عميقة. فالأسئلة هذه باش تنقلك لمرحلة وعي جديدة وفهم جديد واتصال بربي جديد، يعني حقيقي جديد. إيش معناه جديد؟ ما يعني الصلة مش مبنية كان يعني محبة خالصة. الله يعبد بالمحبة مش بالخوف. بالتالي مهم جدا ان احنا نشتغلوا على النفس متاعنا، نشتغلوا على في الاسلام ولا في القرآن اسمه جهاد النفس، يعني ندخلوا في مرحلة الجهاد للنفس، مش جهاد بالنفس، جهاد النفس يعني تدخلي في النفس متاعك وتفككي المشاعر متاعك وتفككي. يعني مثلا الجيل الماضي متاعك كان عندك ذكريات في الماضي خايبة متاع بيتك، يعني هي في الماضي، لكن احنا مشكلتنا ديما الماضي حاطينه فوق كتافنا من تالي مرزلنا. فما ناس تحس بثقل في الظهر متاعها من تالي، راهو ذاك كل يعني تراكمات متاع تجارب عشتها وما تسامحتيش معاها وما فرغتيهاش من داخلك ومثقلاتك، معناه فانتي كي تشد الماضي متاعك هذا هوش معناه تخدمي. من اهم الخطوات تبدي تخدمي على روحك، تشوفي الماضي متاعك شنو في الماضي متاعي، اني يعني معناها حاجه صارت لك عملت لك الم مثلا، جيبها في مخك وتعملي لها تحرر، تعملي تحرير للمشاعر متاع التجربه هذيك. كيفاش تعملي تحرير؟ انا قناتي فيها ممكن 6 فيديوهات على تقنيه التحرر وفيها تمارين للتحرر، وباش نزيد نعمل تمارين اكثر. مثلا ترجعي فما تمارين سيدونا لتحرير الغضب مثلا، هذاك هي سيدونا راهي مشي برشا حاجات، يعني هي واحده برك هي تقومي بتعيشي الشعور، تعيشي شعور الحاجه هذيك. يعني مثلا حد عمل لك اهانه، يعني حد اهانك من دارك مخوك باباك اللي هو المفيد، حد عمل لك اهانه كبيره يعني جرحك جرح كبير، انت الشخص ذاك سيدونا شنية؟ هذه هي سيدونا باختصار. تجيبي الشخص ذاك في المخيلة متاعك بتبيع كما حكيت تعملي نية التنظيف وإلى آخره، تجيبي الشخص في مخك وتخرجي الحاجات اللي ما نجمتيش تعبري عليها في الوقت ذاك في الماضي وقت اللي صارت الحكاية ذيك، عبري عليها تو. انت مش تعبري عليها بينك وبين روحك راهو، يعني ماكش باش تمشي له الشخص هذاك وتحكي له كان مازال هو موجود ولا مازال حي، ماكش باش تمشي له وانت تقول له راك عملت فيا وعملت فيا. مش هذا نحكي عليه، نحكي على انك تنظف ما بينك وبين ذاتك، ما بينك وبين روحك اللي هي سميتها اني في الاسلام اسمها الاعتكاف والخلوه. برشا تقنيات من تقنيات التنظيف اللي حكيت عليهم، مثلا كما حكينا كما هنا على سيدونا، تجيب المخك الشخص وتخرج المشاعر متاعك، هذه من تقنيات التنظيف للمشاعر السلبيه للذكريات السلبيه، التنظيف للماضي. حتى كان عندك خوف من المستقبل من شيء ما نظفه، عندك خوف من الموت نظفه، وخصوصي الخوف من الموت راهو لازم يتنحى من داخلنا. راهو فما عباد الخوف من الموت ينجم يدخلها في حالات متاع انفصام جملة، يعني حالات مرض نفسي، يعني خطر عدنا تهويل على الموت مش عادي مش طبيعي، وكله ليس من الله، كله من التفسيرات الخالطة. لأنه فما برشا عبيد راهي تعبة، راهي برشا عبيد تعبة راهو يدخل للتنظيف وربي يرسل له شكون يعاونهم، راهو يري معاناة مش عادية. هذاك علاش لازمنا نتكلموا، راهو لازم الدين يظهر، راهو الدين محليه، راهو الدين مش كما قالوا، مش كما يحكوا عليه، راهو مش الله مش كما يحكوا عليه، راهو الله حب لا مشروط، راهو يحبنا بشكل خرافي، حب لا مشروط. تعملوا تنظيف للنفس متاعكم،
اي عبد تعبك، اي عبد تعبك في حياتك، وكين مراجلك عندك معه مشاكل، صغارك متعبينك، اي موضوع متعبك، عندك خوف من مرض نفسي معين، عندك خوف من اي شيء، وكين اي شيء وكين، اهم نقطة الصدق مع ذاتك، كوني صادقة مع ذاتك. عندك خوف من مرض نفسي معين، اعترفي واحكي راني عندي مرض، راني خايفة من كذا كذا، امشي اعملي استغفار عليه واعملي تنظيف وخرجي منها الحكاية. راهو مجرد فكرة في المخ، الفكرة مع تركيزك الكامل عليها تشحنها بمشاعر فتصير. يعني اي معاناة لها حد، لها نهاية. فانتي ما تخافيش، يعني مهما كانت معاناتك راهو لها حل. السر الاولاني انك انت تكوني صادقه، ولا انت يا رجل صادق مع ذاتك، لازم تكوني صادقه، يعني ما تكذبيش على روحك. يعني انت حاسه بمعاناه معينه، ولا عندك خوف من حاجه معينه، علاش تماسكي فيها؟ هو عندي خوف من كذا وعندي خوف من كذا، وامشي تعاملي معاه ونظفيه، ما تبقيش حابسه في بلاصه واحده، تحركي. يعني العمر يجري والوقت يجري، وخصوصي المزن ما زالوا صغار، يعني ليش تضيعوا حياتكم كي توصل لـ40 والـ50 كلش عملت في حياتي؟ من تو تحرك، من تو ابدأ. من خطوات الناجعة للوصول لحب الذات العمل على تنظيف المشاعر السلبية اللي داخلنا، والعمل على تصفية المشاعر السلبية اللي مخزنينها على ذكريات الماضي كلها، لازمك كلها تخدم عليها. الخطوة متاعك الوحيدة اللي لازمك تعمليها تخدمي على روحك انت، وانت يا كان تسمع فيها رجل تخدم على روحك. التغيير الخارجي على الله، هو اللي في ديه كل شيء، هو اللي يحرك في كل شيء، مش مشكلتك الباقي على البراني يتغير ولا ما تغيرش. مشكلتك يعني او غايتك انك يعني مطالب بانك انت تخدم على ذات متاعك فقط، ماكش مطالب حتى شيء اخر، اعمل تزكيه فقط، هكاهو الباقي كل خليه على ربي. معناها انا حكيت على سيدونا من تقنيات تنظيف، حكيت على برشا، انا تو حكيت على سيدونا، تعملي الاستغفار، استغفري على الشخص اللي عامل لك الضغط النفسي، استغفري على صغارك، استغفري على راجلك في القلب، ما تشديش تعدي حاجتي بيك، كلك مركزه في الاستغفار مش في العد. يعني اذا تقدري تعدي وتكوني حاضره في القلب 100%، هنيئا لك. أمنتي جربي 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 جربي، اعملي من غير عد وجربي بالعد وشوفي، خاطر نحن رابطين الاستغفار والاذكار بالعدد. استغفروا بخشوع في القلب، استغفروا بخشوع في القلب، خشوع تام على الاقل. كي يعني تحب تعمل العد اعمل، خلي العد ما قديمه تعمل في العد، خليه رتح منه على المرة هذه، وجرب الاستغفار في القلب كهو، يعني 100% 100% وانتي حاضر في القلب بالاستغفار، جربها وشوف. مش تظهر عليك الأعراض، لازم تظهر عليك الأعراض ولا ماكش تستغفر. حتى وانتي تصلي الصلاة بخشوع تظهر فيها أعراض، تظهر فيها أعراض، تتثاوب، تتكسل، تحس بسخانة في البدن، فما شحن طاقي في البدن، فما سلب في البدن، الصلاة تنظف، كي ينظاف ترجع النفس تشف تشف تشف، الفطرة تظهر، الصلة بالله تظهر. راو الصلة بالله مشي 5 مواقيت كهو، الصلة بالله لحظية لحظية، كل لحظة كل ثانية اللي نعمل فيه الله يري فيه فاش نعمل. فابدأ في التزكية وابدأ في الخدمة على هذا، راهو الكل باش يوصلك الحاجة مزيانة على الاخر في داخلك، حب الذات واحترام الاخرين ومعاملة الاخرين باحترام ومعاملة كل شيء باحترام، حتى النباتات تولي تحترمها، خطرها مخلوق خلق ربي، مفهميش حاجة مخلوقة ميتة، لا يوجد حاجة ميتة في الكون، حتى العلم أثبتها، لا يوجد حاجة ميتة، كل شيء حي، كل شيء في داخله حياة، في داخله حياة. إن شاء الله نكون نفعتكم الفيديو معناها، إن شاء الله تكونوا فهمتوني، أما طولت شوية في الفيديو خاطر بالحق لازمكم تخدموا على رواحكم. يعني لازمنا نطبقوا حرفيا تطبيقيا معنى الآية، لن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حاسب رواحنا
ونبدو في التغيير باش وقت اللي اني من داخل نتصلح. اهم حاجه كي نجي نحكي معاك ولا نبقى معاك في مجلس، كلامي هذا، لساني هذا يطلع كانت طيب ونخرج من الاحكام عليك. من انا لاحكم عليك؟ انما الحكم الا لله.